وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري أكد بعد لقائه الرئيس نبيه بري أن الاستشارات لغاية الآن قائمة آملا في حصول إجماع على رئيس الحكومة العتيدة، ماذا أيضا في نشاط عين التينة. الحركة السياسية الحكومية مستمرة في عين التين، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري، الذي أشار بعد اللقاء إلى أن الاستشارات النيابية قائمة في موعدها لغاية الآن وهي لن تتغير. هناك تحرك ما باتجاه النائب تمام سلام من قبل كتلة المستقبل وبعض فرقاء السياسيين، وسننتظر ما يحصل اليوم، لأنه طبعا الاستشارات تبدأ غدا وهناك تحضير للاستشارات. نأمل أن تكون هناك يكون هناك إجماع من قبل كل الفرقاء السياسيين على رئيس حكومة العتيد، لأنه لبنان بحاجة لتوحيد الصف. وتعليقا على بيان بكركي قال: هذا مدخل لبحث قانون توافقي، نتأمل أنه يستغلوه كل الفرقاء السياسيين. وأكد الخوري أن هناك تواصلاً وتبادلاً للآراء بشكل دائم بين رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري. بدوره جدد رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال إرسلان تأكيده أن الاتصالات والمشاورات جارية مع الحلفاء من أجل تذليل العقبات والوصول إلى شخصية وفاقية تؤمن القدر الأكبر من الإجماع والتوافق. بتمنى على كل اللبنانيين بغض النظر عن تعسكرهم السياسي أنه يفاوضوا الرئيس بري ليلاقي شخصية سياسية أو شخصية اجتماعية نتوافق عليها جميعا، لأنه نحن عنك ملء الثقة أنه الرئيس بري هو المؤهل بين كل القوى السياسية أنه يدور زوايا ويأمن وفاق قدر الإمكان، لأنه البلد بأمس الحاجة لهذا الوفاق ولانطلاقة جديدة بعمل المؤسسات الدستورية. بري استقبل أيضا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، كما التقى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وبعيدا عن السياسة المحلية، التقى بري وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصي، وتم البحث في ملف النفط والتعاون بين البلدين في شأن الحدود البحرية.